كأي بدوي يعبر رحلة هذه الحياة. مرت السنون وهو في وطنه كغيره من أقرانه الذين كونوا أسرهم وأصبحوا آباء لأبناء جدد تحتويهم تلك الصحراء. كبر هو وكبر معه ابنه وضاقت تلك الصحراء لتصبح دولة بحدود جاءت بعد أن غادرها المستعمرون. رحل ببساطته التي عاش بها في وطنه الذي أحب كل ذرات ترابه، وترك من خلفه ابنه الذي تغير شكل حياته بتطور الزمان، الذي جعل من صحراء الأمس دولة اليوم بمؤسساتها وما تحويه من معالم الدولة الحديثة. لم يعي هذا الابن ببساطته أن الوطن ليس بحاجة إلى شيء يثبت انتماءه له أكثر من مجرد حبه له ووجوده فيه. وكعادة من سبقه كون أسرته الخاصة وظل يرعاها في وطنه الذي أمن له حياة ليست كما حياة الصحراء، فانتسب لجيشه وسهر على أمنه ومارس حياته كغيره من إخوانه في الوطن دون أن ينتبه لما سيلقاه في قادم الأيام. في 29 من ديسمبر عام 1986 كانت بداية مأساته، حينما صدرت وثيقة عن لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات العزل والتضييق على البتون في مختلف مناحي حياتهم، متنصلة بذلك من حقوقهم كمواطنين كانوا موجودين في الكويت قبل قيام الدولة، ليصل الحال اليوم بالجيل الرابع وربما الخامس منهم إلى وضع يندى له جبين الإنسانية. على مدى تلك السنوات تعددت مسميات الدولة لذلك البدوي الممتدة جذوره في كل ناحية من هذه الأرض، حتى صار اليوم مقيما بصورة غير قانونية في وطنه، معزولا عن مجتمعه بكل ما تعنيه كلمة عزل من معنى. فأبناؤه يدرسون في مدارس ليس بها سواهم، وهو يسكن في مناطق ليس بها سوى أبناء جلدته من البدون، ويقضي معاملاته عن طريق جهاز حكومي لا يدخله إلا من يحمل صفة بدون، ويتلقى العلاج في وقت يجب ألا يعالج فيه إلا البدون، وغير ذلك من مظاهر العزل الذي لا توفي حقه الكلمات.